هذه حكاية جديدة ما حكاهاش العربي. نص عماد بن حميدة، مونتاج وإخراج محمد بوقطايا، تقديم محمد السياري. يحكيوا على عسكري من عساكر السلطان كان في الجبل في دوارهم وراجع للقشلة وتحب له 3 أيام مشي على الأقل بزايلة حتى يخلط، وهو كيشق غيب وسواني حتى لين يوصل للقشلة متاعه. وعلاش ما تقولش هكا العسكري عنده قصبة يونس بها في روحه ويبدأ ثنية وطولها وهو يعزف والعصافر جايبة جرته يزخزقوا معاه ويتبعوا في النغمة. هيك العسكري وهو شادد ثنيته يضرب في الناي وشاقة في الغابة وهز همولة اللي خرجت له ما بين الشجر وجات واقفة قدامه في الطريق. اخزر يلقاها عزوزة قرنبو حطبة محنية مثنية ملكمتة في الحاف أكحل، شعرها حكاكة حلفة، عينيها بيض بلاش فسوس، وظوافر يديها تقول مخالب. الجواد متاعك العسكري وخر التالي فجع منها ومنها خيل هالساقيه القدامين الفوق وصل شعر لطيح راكبه. هالزهر اللي عندي قال العسكري طحت على عزوزة ستوت سحارة، شوف اش بش يفضها معاها توا. هيك العزوزة هزته وحطته وقالت له الشاه الشاه يا وليدي، من لوهرة عندك تقول سلطان بخبشته. قال لها اما السلطان متاعك يا عزوزة تي انا ما نجيش حتى سبايس. هيك العزيزة السحارة بدأت تضحك ومنها قالت له وكيف انا نغنيك؟ باش باش تغنيني؟ جاوبها العسكري راك غنيت روحك ووريت الضوء لعينيك. السحارة قالت له شفت هكا الشجرة اللي وراك؟ العسكري تلفت وإذا بيه يشوف في صنوبرة عالية عمرها يمكن فوق 200 سنة. تلفت لك السحارة وقال لها إيش بيها هالصنوبرة هذه اللي قلت لي عليها؟ قالت له الشجرة هذيك فارغة من داخل، ولو كانت تطلع لها وتوصل لآخرها من فوق وتطل عليها توا تلقى فيها حفرة أهبط في وسطها، وأنا توا نربطك بحبل باش من بعد تعرف طريقك ونطلعك. هيك العسكري بقى يخمم ومنها قال لهك العزوزة السحارة وبرة طلعت وهبط شنو باش نلقى فيها؟ قالت له راك كي تخلط القاحة باش تلقى زرداب طويل ذاوي وفي آخر فما 3 بيبان كل واحد منهم المفتاح متاعه فوقه نجم تحلهم، وكي تدخل للبيت الأولى راك باش تلقى كلب كبير قاعد قدام خزانة في وسط بيت. الكلب دوب ما تشوفه باش تتفجع، عينيه كبار كالصحافي وحمر جمر، أما ما تخافش منه وهاني باش نعطيك الطبلية متاعي افرشها وهزوا بحنانة وحطوا عليها، راهو دوب ما يشوفها كالزربية ما هوش باش يتحرك بالكل ويطاوعك. هاك العسكري زاد اسأل العزوزة قال لها أيوة من بعد؟ قالت له حل الخزانة وباش تلقى فيها فلوس نحاس، لم قد ما تحب أم لم كاتبك. هيك العسكري بدا يهز فيه الطمع وقال لها ما ثم كان نحاس؟ قالت له لا ثم زاد الفضة وراك في البيت ثانية باش تلقى زادة فيها كلب مغول على حاله أكبر من اللي باش تلقاه في البيت متاع النحاس وعينيهم غاغر يشعلوا بالنار، ما تخافش منه وفرش له الطبلية متاعي اللي باش نعطيها لك وهزوا بالشوية بالشوية بحنانة وحطوا عليها بالسياسة.
وحل الخزنة وخذ منها الفضة قد ما تحب. هيك العسكري بعد ما قاس وغاس وخمم مليح، زاد اسألها كالعزوزة السحارة، قال لها مدام فما نحاس وفضة لازم فما ذهب. قالت له اي نعم، الذهب راك باش تلقاه في البيت الثالثة، اما الكلب اللي فيها راهو اكبر من الاخرين الاثنين مع بعضهم، ورد بالك تخزر له راهو يضرب كبو سفير، اما اعمل اللي قلت لك عليه كيما في البيت الاولى والثانيه، ما يصير لك منه حتى شيء، افرش له الطبليه برك هو دوب ما يشم ريحتها وحده يتمد عليها ويهز النوم. هيك العسكري بدا يتسائل بينه وبين روحه، وقال زعم عزوزة ستوت هذه السحارة تعمل في الشيء هذا لله في سبيل الله، هذا الكل محبة فيها. ومنها اسألها، قال لها يا أخي أنا باش نطلع بالفضة والذهب وانتي شنية مربوحك؟ قالت له ما نحب شيء، أما يعيش وليدي وقت اللي تجي طالع جيب لي حجرتين صوان راني نسيتهم في قاع الشجرة آخر مرة وقت اللي هبط في وسطها، أما طوى راني ما عادش نقدر. هيك العسكري زاد اسألها، قال لها ايش باش تعمل بالصوان؟ قالت له باش نشعل به النار يا وليدي. هيك العسكري استغرب منها، ومنها قال بينه وبين روحه وانا شي همني مادام باش ندبر كنيس، وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا العزوزة ربطت العسكري بحبل وهو بداية شعبت في هكا الشجرة حتى لين وصل لآخرها وهبط في داخل الجذع متاعها ومنها للحفرة، ودخل حتى للقاع متاع الدهليز واللي قالت له عليها كالعزوزة السحارة القاه. هيك العسكري وصل للبيت الأولى والقى الكلب الأول مبمبر قدام الخزانة بتاع النحاس، فرش له الطبلية وحل وهز شوية نحاس، ومنها تعدى للبيت الثانية فرشها كالزربية للكلب وهز الفضة، وزاد تعدى للبيت الثالثة والقاها كالكلب الغول اللي عينيه تشعل بالنار، غطى وجهه بهاك المنديلة وفرشهاله، وهاك الغرمول مشات مد فيها، وهاك العسكري عبى قد ما يقدر من الذهب، ومنها سكر الخزانة، والكلب رجع مبمبر قدامها، حط هاك النحاس والفضة والذهب في وسطك الطبلية وربطها وعقدها، وبدا ينطر في الحبل باش هاك العزوزة السحارة تطلعه. هيك العسكري بعد ما خرج من الدهليز وهبط مكا الشجرة، أول حاجة قالت هالو العزوزة جبت لي معاك حجر الصوان ماو؟ الراجل ضرب بجبين وقال لها سامحني نسيتهم، والله نسيتهم، خليني نعاود نطلع للشجرة ونهبط للدهليز نجيبهم لك. وهذاك هو اللي صار، عاود طلع على الشجرة هبط القاحة وهزك الحجيرات السوان وطلع، ودوب ما شافتهم العزوزة قالت له هاتهم هاتهم لهنا. العسكري ما حبش يعطيهم لها، قال لها قل لي الساعة اش باش تعمل بيهم؟ قالت له ماك سألتني من قبل وقلت لك باش نشعل بيهم النار. قال لها مانيش مصدقك، انت عزوزة ستوت وسحارة كيفك سيبتني نعبي في الفضة والذهب على حجيرتين سوان، اشكون باش يمنك انت؟ قول الحقيقة ما كانش راسك نقصولك. قالت له يا وليدي راو ما ثم حتى حقيقة، اللي سمعته هذاك هو. العسكري ما أمنهاش ومنها جبد سيفه وهف بيه هف على راسك العزوزة طيرهولها. هيك العسكري بعد ما قتل العزوزة في عوذي يكمل ثنيت ويرجع للقشلة، رجع للدوار متاعهم وقال مازال فيها جيش، مازلت نخدم عسكري على القميلة وزو السوردي دويو.
ودوب ما خلط بحد أهله بدأ يبيع فيها كنحاس، ومن هالفضة والذهب وشراق صر، وليت عنده هناشر وسواني سعي ومخازن ونعمة. ومن بعد قال له توا يلزمني نستحسن عاد، وما نرضاش بأقل من أميرة. ووقتها هز أم وبوه ومليه ومشاو بكلهم دعوة متلازمة لسراية السلطان، وراه قافلة كاملة مثقلة بالهدايا. السلطان وصلوا الخبر متاع هكا القافلة والخطابة، وبالوقت قبلهم الناس جايين معاهم كنوز كيفاش يرجعهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، خطبوا الملك في الأميرة الولدهم العسكري، قال لهم جازاتوا، وضربت المدافع بالزوز والفرد، وولات صغاريت وزيتة وترمبيتة، وتنصب المحفل 7 أيام وسبعة ليالي وسبعة أيام زايدين، والتواول منصوبة والموزيكا تشرقع. وهكا العسكري بات عروس على بنت السلطان، وما هم ناس بكري قالوا أختاك مطمع يا أختاك فقر الدنيا. هكا العسكري ما كفاش الخير اللي ولا فيه، مازال طامع. ووقتها تذكرك الحجرتين متاع السوان اللي العزوزة السحارة شدت فيهم صحيح، ومشاش بدهم من قاع خزانة في بيت النوم، ومنها قال زعمهاك عزوزة السطوت بالحق ما كان عندها حتى نية أخرى إلا باش تشعل بيهم النار، واناش خاسر برا نجرب. هيك العسكري شد الحجيرتين متاع السوان اللي قتل على خاطرهم هكا العزوزة، وبدأ يحك فيهم على بعضهم حتى لين قدحت النار والدنيا ضويت وحمارت. ومنها يسمع في زهير تقول متاع سيد، اتلفت يلقى كلب عينيه كالصحافي هكا اللي كان يأس على خزانة نحاس في الزرداب اللي في قاع الشجرة. العسكري طلعت ومكنه بسفير زيت حك هكا الحجرتين، في باله الكلب كيما بان كيما بش يمشي على روحه، وإذا بيه يشوف في هكا الكلب الثاني متاع بيت الفضة تنصب قدامه قد الغول. وهكا العسكري من ربثة زاد قدح الحجرات، وظهر له الكلب الثالث متاع بيت الذهب، وعينيه حفر يشعلوا كلهم بالنار. هكا الكلاب بقاو يخزروا للعسكري، وهو دخل بعضه ما عاد فاهم شيء، ولا يرعش وخايف للأميرة تفيق بيه، وهي كانت راقدة ما فتنت بشي. ووقتها خرج باش يجيب حد يطرد هكا الكلاب، ونادى عصباي حية دخلوا وبداوا يطلوا، ومنها قالوا له وين تشوف فيهم الكلاب يا سيدي، احنا رانا ما شفنا شي. العسكري قال لهم عجب يا اخي، ما كمش تراو فيهم، هاوكم 3 كلاب مش واحد. قالوا له لا ما نشوفوا في شي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا الزوز السبايحية خرجوا، والعسكري زاد دخل بعضه وتبهدلوا. منها قال خليني نفيق الأميرة ونقول لها خير. ودوب ما كهب عليها باش يفيقها وقرب لها، ثبت فيها ويلقاها هكا العزوزة السحارة تشخر في 7 نومة، طلعت وعينيه خرجت وجا ملطوخ على طوله ما في عينه بلا. كنتم مع حكاية جديدة مع حكاهاش العروي. نص عماد بن حميدة، مونتاج وإخراج محمد بوقطايا، تقديم محمد السياري.